ولكن في نفسي قوي يعني، رغم انه فكرة ان احنا مجتمع استهلاكي بتبيع للمستثمرين، خليني معاك واضحة، يعني فكرة ان احنا 104 مليون واحنا يا جماعة عدد كبير، كل دول بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وكل ده سوق واحنا شعب مستهلك، لكن هل ممكن نبقى سوق جاذب ايضا للاستثمار وفي نفس الوقت نبقى مجتمع منتج بقدر كافي ويصدر؟ هل ده هدف من اهداف المبادره؟ خليني ارحب بالمهندس خالد حسن. باشمهندس خالد مساء الخير. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك باشمهندس خالد. احنا بنتكلم على ان احنا سوق كبير ودايما بنقول ده للمستثمرين لانه الرقم بتاعنا رقم مهم جدا، يعني مجموعه دول كده مع بعض وكلنا كبشر لينا استهلاك بشكل عالي. هل ممكن هذه المبادره ابدا تحول مجتمعنا شويه من سوق استهلاكي لسوق منتج، مجتمع منتج عفوا؟ طبعا يا فندم متفق مع حضرتك تماما، وده واحد من اهم الاهداف المبادره ان احنا نقلل الفجوه الافتراضيه اللي موجوده حاليا عشان نتحول من مجتمع مستهلك بشكل ما الى مجتمع منتج او اكثر انتاجا، ويبقى المنتج المحلي موجود سواء في السوق المحلي او السوق الاجنبي. فده طبعا هدف مهم جدا من اهداف المبادره، واتفق مع حضرتك تماما. يعني أنا شايفة ومن خلال الفيلم ومن خلال مذاكرتي اللي ابدأ إنه في شغل بدأ بالفعل، حققته قد إيه وابتديته في شغل إيه، والمبادرة حاطين لها أنتوا كشباب كأعضاء للمبادرة، هل عارفين إن المبادرة دي مكملة لغاية إمتى؟ بنستهدف إيه؟ ولا إحنا بنتكلم في بنتكلم في حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بمستقبل واعد وطول الوقت يبقى فيه عمالة وأيدي عاملة وتوفير فرص عمل؟ مبدئيا يا فندم احنا المبادرة طبعا بناء على تكليف السيد الرئيس لتقليل الفجوة الافتراضية وتوطين الصناعات الحديثة في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المعنية. بنستهدف طبعا ان احنا نقلل الفجوة الافتراضية بقيمة 40% من القيمة الحالية للفجوة الافتراضية، فده رقم مهم بالنسبة لنا. طبعا محتاجين ان احنا نوفر 150 ألف فرصة عمل الفترة اللي جاية من خلال مجموعة من القطاعات الصناعية المهمة في الفاتورة الافتراضية لينا. أيوه. دي الأهداف العامة بالنسبة للمشروعات الكبرى اللي موجودة في المبادرة. طيب احنا بنتكلم في شغل بالفعل تم، يعني طبعا يا فندم عندنا حاليا 64 مشروع. أيوة. قائمين على الارض، في بعض المشروعات بدات الانشاءات فعليا، عندنا مشروعات وصلت خطوط الانتاج بتاعتها، يعني عندنا لسه من الافتتاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. الله. بتبدا من الشهر ده الى 2024، فدي كلها طبعا مشروعات بنتكلم عليها اوريدي موجوده على ارض الواقع وبدا التنفيذ فيها، سواء توسعات في مشروعات قائمه مع بعض المستثمرين ورجال الاعمال او مشروعات جديده بيتم اضافتها للقطاع الصناعي. انا يعني سعيده بيكم جدا، فخوره بيكم، بشكركم، وربنا يا رب ان شاء الله يوفقكم.